السلام عليكم ورحمة الله. اليوم حنتكلم عن أدوب أوديشن. أدوب أوديشن هو برنامج تعديل الصوت. حنبدأ إن شاء الله في الانترفيس أو الواجهة التعريفية للبرنامج. لو فتحنا أدوب أوديشن، هذه الواجهة الرئيسية الخاصة بالبرنامج أو ما يعرف بالانترفيس أو ورك بليس. خلينا نبدأ في البداية ونعرف إنه الانترفيس الخاص بالبرنامج هو يعني عدة أمور مهمة. أول هذه الأمور هي القوائم فايل وإديت، مالتي تراك، كليب، إفكتس، فيفوريتس، فيو، ويندو وهلب. هذه القوائم هنحتاجها إن شاء الله فيما بعد، وحنتكلم عن كل التفاصيل اللي موجودة فيها. الأمر الثاني اللي موجود في الانترفيس هو النوافذ أو الويندوز اللي موجودة، نافذة الفايل والفيفوريتس. النافذة الثانية هي الميديا براوزر، افكت تراك، ماركرز، بروبرتيز. النافذة اللي بعدها هي الهيستوري والفيديو. اما النافذة اللي تليها الاديتور والميكسر، بعدها الليفلز، وبعدها السيليكشن فيو، اما اخيرا هي الاسينشال ساوند. وفيما يلي هو الانترفيسز اللي موجودة عندي ومحفوظة، على سبيل المثال الديفولت الاديت اوديو اند فيديو، لو انا حبيت اعمل اديت للاوديو والفيديو مع بعض، الراديو برودكشن او انتاج الاذاعي، كيف ممكن انا اغير الانترفيس كلها، ولكن احنا هنشتغل على الديفولت مبدئيا. ايضا لو انا حبيت اعمل انترفيس خاصة فيها، على سبيل المثال لو حبيت أحرك النافذة الخاصة بالليفل أخليها هنا وأصغرها. طبعا هنشرح إحنا كل نافذة على حدة، ولكن مبدئيا خليني أتعرف على كيف ممكن أغير الانترفيس. أصلا الاسينشال ساوند ممكن أسكرها لو أنا مش محتاجها، السيليكشن فيو خليني برضو أسكرها، الفيديو خليني برضو ممكن أسكرها، الهيستوري ما بدي اياها، خليني الميديا براوزر ما بدي اياها، افكت تراك مهمه، الماركرز ما بديش اياها، البروبرتيز ما بديش اياها، وبرضو النافذه هذه خليني اخليها بهذا الشكل. لو انا حبيت احفظ هذا الشكل او الانترفيس الخاص فيا، بروح لقائمه ويندو او من عند ديفولت save as a new workplace. يعني ممكن اجي على default save as a new workplace او window workplace و save as a new workplace، من اي مكان الاثنين واحد، بسميها طبعا بالاسم اللي انا بدي اياه. سميتها باسمي وعملت اوكي، هتظهر هنا انترفيس خاصة فيها. يعني لو رجعت للديفولت وعملت reset هنرجع للبرنامج الاصلي والانترفيس الواجهة الرئيسية. لو انا حبيت اشتغل بالواجهة اللي انا عملتها، مجرد ما اضغط على فايز حلاقي انه البرنامج كله بتغير بالانترفيس اللي انا محتاجها. تعالوا نرجع للديفولت ونعمل ريسيت ونشوف كل نافذة من هذه النوافذ يعني بشو بتتميز، او بشكل مختصر ايش المواصفات اللي هي فيها او كيف انا بستخدمها. النافذة الاولى هي الفايلز والفيفوريتس. الفايلز انا بحط هنا الماتيريال او المواد اللي انا بدي اشتغل عليها، على سبيل المثال ممكن احتاج ماده من يعني من اي مكان، خلينا ناخذ على سبيل المثال واحد واثنين. هنا فتحت المواد عندي بهذه الطريقه عشان انا اعمل ممكن اعمل اديت عليها. طبعا طريقه اضافه المواد ممكن من خلال دبل كليك على المنطقه هاي الفايلز، او ممكن ايضا بالسحب والاضافه من خلال ان انا خليني بس اشيل المواد الاول، اشيل الماتيريال بعدين ارجع، خليني اخذ واحد واثنين برضو على الادوب اوديشن. هاي نضفت المواد بالطريقه هذه. ممكن طبعا طريقه ثانيه من خلال الفايل اللي هنا، الملف اللي هنا موجود، وممكن ايضا من خلال فايل وامبورت فايل تفتح الملف اللي بدك اياه. اسهل طريقة هي دبل كليك وجيب المادة اللي انت بدك اياها بكل سهولة، او السحب والافلات. احضرنا الاوديو، ممكن من خلال الفيفوريتس نحط الساوند افكت اللي احنا
حابينه من خلال يعني المفضل عندنا في الساوند افكتس. المفضل ممكن احطه في القائمة هذه او ممكن اشيل الفايل لو انا حبيت اعمل بلاي، ممكن اعمل بلاي بهذه الطريقة او ممكن بالمسطرة على الكيبورد او بالسبيس اللي على الكيبورد. طيب هنا لوب البلاي باك لوب، هنا المادة لما تخلص لو انا مفعل الزر لما تخلص المادة هترجع من اول تشتغل من اول وجديد. تعالوا نشوف، ترجع من البداية تشتغل من اول وجديد. طيب الاخيرة الاوتو بلاي لو انا ضغطت على الملف هيفتح لحاله بدون ما اضغط اي سبيس او اعمل بلاي، مجرد ما اضغط عليه هيعمل بلاي. في يعني هذه يعني الامكانات اللي موجوده، ممكن اعمل حذف للمواد وممكن يعني اعملها امبورت من جديد. النافذه الثانيه هي الميديا براوزر، وهي يعني تقريبا سطح يعني او يعني جهاز الكمبيوتر او البارتيشنز اللي موجوده على جهاز الكمبيوتر. ممكن استعين بالمواد هذه اللي موجوده عندي انا وحافظها، مجرد ما اضغط عليها دبل كليك هتكون موجوده في الفايلز هنا. هاي ماده، هاي مادتين، هاي ثلاث مواد، هاي اربع مواد. على سبيل المثال صار عندي مواد متعدده ممكن اسمعهم من خلال الاوتو بلاي. لو انا عملت هيك تمام. النافذة اللي بعدها هي الإفكت راك، هي يعني عبارة عن مؤثرات صوتية موجودة داخل البرنامج ممكن أفعلها للمادة اللي أنا بدي أستخدمها من خلال الذهاب للإفكت واستخدامه على سبيل المثال. وهنا حيكون في درس خاص بالإفكتس وكيف ممكن أفعل الإفكت بشكل جيد. الماركرز أو العلامات، لو أنا فتحت المادة الخاصة فيها وحبيت أخذ جزء منها وأحدده على سبيل المثال بهذه الطريقة باستخدام الماوس، لو حبيت يعني أخذ المادة هذه فقط وأحتفظ فيها بشكل منفصل ممكن أحددها وأجي لقائمة الماركرز وأعمل Add Mark. فصار عندي هنا ماركر 1 بدأ الستارت من الدقيقة الأولى والثانية 27، انتهى عند الدقيقة الأولى والثانية 47 لديوريشن 19 ثانية. طبعا ممكن أغير الاسم وأسميه مثلا 001، صار عندي الماركر الأول أو العلامة الأولى. ممكن أخذ واحدة ثانية وأغير الاسم وأعمل ماركر 2، ممكن أعمل 3 و4 و5 وغيرها. طبعا هنا ممكن أنا أعمل إكسبورت لهذه المادة بشكل سريع وأستخدمها بشكل منفصل عن الماتيريال تبعتي. النافذة اللي بعدها بروبرتيز بتعطيني تفاصيل والمعلومات الخاصة بالمادة، الديوريشن أو المدة الخاصة بالإفكت، بالمدة الخاصة بالصوت، السيمبل ريت، التشانلز ستيريو أو مونو، البيت ديبث، والفورمات MP3 ولا ويف ولا WMA ولا أيا كان، والفايل باث امتداد أو يعني الرابط الخاص بالمادة وين موجود على جهاز الكمبيوتر. الأهم هنا على الإطلاق هو الإفكت تراك عشان أنا هستخدمه كتير فيما بعد. النافذة التالية هي الهيستوري والفيديو. الهيستوري أي شغلة أنا بدي أعملها على الملف هيتم حفظها هنا بشكل منفصل. يعني أنا بدي أعلم هنا ومسحت، أو بدي أعلم هذا المنطقة وأوطي الصوت، أو بدي أعلم هذه المنطقة وأعمل إفكت معين، أو بدي أعلي أو أوطي هذه المنطقة أو أعليها. كل هذا انحفظ هنا على شكل ملفات منفصلة، فممكن أرجع أحذفها بشكل منفرد وممكن أرجع للملف الأصلي زي ما كان بدون أي تعديلات. أما النافذة اللي بعدها هي الفيديو. هنا التساؤل ممكن ينطرح، هل الأوديشن بيتعامل مع الفيديو ولا لا؟ هو ما بيتعاملش معاه كإديت أو كتعديل، ولكن بيتعامل معاه كرؤية أو مشاهدة. يعني على سبيل المثال لو أنا أحضرت فيديو حنجد أنه الأوديو صار موجود هنا وهنا صار موجود الفيديو. تعالوا نأخذ مثال
لو احنا اتفرجنا على المادة هي عبارة عن مونيتور او شاشة بشوف فيها لو انا بدي اعدل صوت في منطقة معينة اكون شايف وين بعدل بالضبط بدل ما افتح قائمة تانية او نافذة تانية من خلال البرامج المختلفة. فهي عبارة عن مونيتور لمشاهدة الفيديو اثناء تعديل الاوديو الخاص فيه. خلينا نحذف. طيب النافذة اللي بعدها هي الليفلز او مستوى الصوت. لو انا شغلت الان هتشوف الليفل بيتحرك بهذه الطريقة. طلب من مريم ان تقدم شهادة وفاة الاب اضافة الى عقد زواج مصدق. الليفل هنا طبعا يفضل كمعلومة يكون ليفل الصوت دائما ما بين الماينس 18 والماينس 6 في هذه المنطقة. يعني نستطيع أن نقول هو هنا الأفضل، أفضل ليفل للصوت. أنا ما بهمني إذا كان السماعة صوتها واطية ولا لا، أنا لازم أطلع المواد تبعتي كلها ما بين ليفل 18 وليفل 6. شوفوا توفاة الأب إضافة إلى عقد زواج مصدق. الليفل بيتحرك من ماينس 18 لماينس 6، ممكن يقل ممكن يزيد، ولكن هنا الأفريج أو هنا المتوسط. النافذة اللي بعدها هي نافذة الإديتور، وهنا المكان اللي أنا هشتغل عليه الإديت التعديل. إذا كنت أنا بدي أقلل نسبة الصوت، أنا بدي أعمل إفكت معين، بدي أحذف شغلة، بدي أضيف شغلة، كله بده يتم هنا. هذه قائمة الإديتور، وهذه القائمة الخاصة بالميكسر اللي هتكون شغالة مع المالتي تراك فقط. في المالتي تراك هنشتغل عليها في محاضرة خاصة لها علاقة بأكثر من تراك معين في نفس الوقت. بدي أشتغل على الفويس أوفر على سبيل المثال، أو تعليق صوتي، أو بدي أحط له ميوزك، أو بدي أحط له جرافيك، أو بدي أحط له ساوند إفكت. بدهم يكونوا كلهم في مكان واحد في مالتي تراك وليس الويف فورم. فالميكسر مش هيتفعل على الويف فورم، هيتفعل على المالتي تراك. نرجع للإديتور مرة تانية. من أهم الأمور اللي في الإديتور هي الأداة اللي موجودة هنا، أداة الديسيبل أو الدي بي، اللي ممكن من خلالها أخفض مستوى الصوت في المقطع ككل أو في جزء معين. يعني المقطع ككل ممكن أقلل بالطريقة هذه وممكن أزود بالطريقة هذه اللي أنا أحتاجه. طبعا ممكن برضو أقلل في مكان معين مش كل المقطع. تعال نعمل أندو ونرجع زي ما كنا. بعض الأدوات الأخرى زي البلاي، كيف يمكنها المصادقة على أهم، والبوز والستوب. هنا برجع لبداية المقطع وهنا بروح لنهاية المقطع. هنا لو أنا كنت عامل البلاي بسرع، هنا برجع بسرعة وبرضو بعمل ستوب لو أنا احتجت. وممكن هنا أعمل ريكورد على المادة نفسها أو على مادة جديدة. هنتكلم طبعا عن الريكورد في محاضرة خاصة في لحال. هنا اللوب نفس الفكرة هنا، إنه بعد ما تخلص المادة بيرجع يعيد من أول وجديد لحاله بدون ما أنا أعمل بلاي أو ستوب. الأداة الأخيرة، طبعا هنتكلم عن كل الأدوات الخاصة بالإديتور ولكن بشكل سريع. لو أنا كنت عامل سيليكشن على مكان معين، التفعيل الزر هنا هيخليني أعمل بلاي في المكان هذا وأقطع هذا المكان وروح بلاي للمنطقة اللي بعديها. تعالوا نسمع. وفاة رجل مجهول. نعم مجهول. هينتقل للمكان اللي بعده، مش هيمشي على السيليكشن هنا تحديد، مش هيسمعني. طيب هنا الأدوات كلها أدوات لها علاقة بالزومينج أو بتكبير حجم التراك نفسه. يعني لو أنا كنت حابب أعمل زوم عشان أشوف الويف أكتر وأشوف من وين بدي أقطع، ممكن من خلال الزائد والناقص على الكيبورد أو ألت زائد. ممكن طبعا أكبر بنسبة وتناسب. يعني هنا هنتكلم عن باقي التفاصيل في اليوم الخاص فيها. هنا الاسينشال ساوند هنتكلم عن بعض التأثيرات الخاصة بالمالتي تراك. يعني لما أفتح مالتي تراك عندي تراك للصوت وعندي تراك للموسيقى، عندي تراك للساوند إفكت. هنا يعني أستطيع أن أنا أشتغل على كل واحد على حدة، هيعطيني المؤثرات الخاصة بكل واحد بدل ما هم موجودين كلهم مع بعض، بيفصل لي إياهم ديالوج وساوند أو ميوزك أو ساوند إفكت وما إلى ذلك.
أخيرا الـ Selection View هو علامة أو وضع العلامة في يعطيني بيانات العلامة وين موجودة. لو احتجت أشتغل على هذه الطريقة أو لو عملت Selection بيعطيني البيانات أو القراءات. هنا موجودة في الثانية في الثانية 35 في الثانية 40 Duration 5 ثواني. هي بعض الأحيان ناس بتستخدمها لو كنت أنت شغال على سيناريو معين ومش شغال بشكل عفوي، فممكن طبعا ما تستخدمها، لك الحرية المطلقة. إلى هنا انتهينا من درسنا لليوم اللي اتكلمنا فيه عن الانترفيس الخاصة ببرنامج أدوب أوديشن. الدرس القادم إن شاء الله هنتكلم عن الامبورتينج فايل وهنتكلم عن الريكوردينج. يعطيكم العافية والسلام عليكم ورحمة الله.